أكدت صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله أن مملكة البحرين تعمل بشكل مستمر لتطوير البرامج الموجهة لمشاريع الأسر المنتجة البحرينية لضمان تنميتها واستدامتها والعمل على تكريس نهج التميز والتنافسية عبر إطلاق العديد من المبادرات لزيادة دخل الأسرة ودعم استقرارها وتعزيز مكانتها والارتقاء بدورها لتكون مساهما فاعلا في الاقتصاد الوطني. جاء ذلك لدى تفضل سموها مساء اليوم بحضور حفل توزيع جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة في نسختها 12 على المستوى المحلي والخامسة على المستوى العربي بنادي شريف العوضي للأطفال والناشئة بالرفاعة. وأشارت سموها إلى أن مشاريع الأسر المنتجة البحرينية تشهد تطورا ملحوظا على صعيد توظيف التقنيات الحديثة خاصة في مجال تسويق هذه المنتجات عبر منصات إلكترونية لضمان التوسع في عملية البيع والترويج لها داخل وخارج البحرين، متمنة في هذا السياق جهود وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في صقل مواهب الأسر المنتجة وتنميتها عبر استحداث برامج تدريبية نوعية ومشاريع تطويرية وتوفير مقر لممارسة أعمالهم واستثمار الشركات مع القطاع الخاص للترويج لمنتجاتهم. مؤكدة سموها أهمية تنظيم هذا التجمع الدوري الذي يتيح الفرص للأسر العربية الالتقاء لتبادل الخبرات والتجارب والتعرف على قصص النجاح التي استطاعت أن تندرج في أعمالها والتعرف كذلك على أفضل الممارسات في هذا المجال التي تعتبر نقطة الانطلاق الأولى لمزاولة العمل الحر وتنمية موارد دخل الأسرة، مشددة سموها على ضرورة تضافر الجهود الوطنية لدعم تلك المشاريع وتشجيعها على الابتكار والتجديد، داعية في هذا الصدد لتوحيد الجهود لإبراز منتوجات الأسر العربية المنتجة التي لا تقل من ناحية التميز والجودة عن مثيلاتها حول العالم. هذا وتفضلت صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة بتكريم الفائزين بجائزة سموها، حيث فازت أسرة السيدة زهرة نظر الشطي من دولة الكويت المتخصصة في صناعة العطور بجائزة أفضل أسرة منتجة على المستوى العربي، وأسرة السيد عصام عبد الله محمد هادي المتخصصة في صناعة القهوة الفاخرة بالجائزة على المستوى المحلي. كما فازت السيدة مريم عزمي عازر من جمهورية مصر العربية المتخصصة في صناعة الجلود بجائزة أفضل منتج على المستوى العربي. فيما فازت السيدة منال محمد علي محمد المتخصصة في الزراعة المنزلية المبتكرة بالجائزة على المستوى المحلي. هذا ونالت كل من جمعية دار العطاء من سلطنة عمان ووزارة التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية جائزة أفضل راع وداعم للأسر المنتجة عربيا مناصفة، فيما فازت جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالجائزة كأفضل راع وداعم على المستوى المحلي. بعد ذلك قامت سموها حفظها الله بافتتاح معرض منتجات الأسر المنتجة المميزة المصاحب الذي يهدف إلى تشجيع الأسر ذات الدخل المحدود للحصول بل للدخول في مشاريع صغيرة وتشجيع المواهب وتنمية واحتضان المهارات، حيث اطلعت على عدد من المشروعات المتميزة التي تنوعت ما بين المنسوجات والصناعات الحديثة التي تعتمد على توظيف التراث إلى جانب المأكولات والحلويات ذات الطابع البحريني. كما اطلعت سموها على عدد من المشاريع من الدول العربية المشاركة في هذه النسخة.
كان الدافع الأول والمنطلق وراء نجاح مشاريع الأسر المنتجة واستمراريتها في التنافس هو الدعم اللامحدود الذي وجدته من لدن صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة. فالدعم الذي تقدمه سموها للأسر أعطى دافعا لهم بأن يبحثوا عن الجديد ويتألقوا عاما بعد عام حتى يتنافسوا على جائزة سموها التي كانت منذ 2007 خارطة طريق لهم للاستمرار في المنافسة في الأسواق المحلية والخليجية والعربية. يعني الحمد لله صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم أطلقت الفكرة الأساسية وأطلقت الرعاية لهذه الجائزة المتميزة ونقلتها من المستوى المحلي إلى المستوى العربي ثم إلى المستوى الدولي. اليوم في البحرين من يشاهد اليوم إن 247 أسرة تتنافس وتقدم أرقى وأفضل المنتجات من المنزل، وكثير من السواح وكثير من الأجانب وكثير من المواطنين يفتخرون باقتناء مثل هذه المنتجات. الفائزون بجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة عبروا عن شكرهم لسموها وأكدوا بأن هذا الدعم كان وراء نجاحهم. أنا فعلاً فعلاً اليوم حاسة بفخر إن سنوات طويلة اللي أنا كافحت فيها واشتغلت فيها اليوم شفت نتيجتها ولله الحمد. جائزة هذه الحمد لله جات بعد ما إحنا تعبنا وسوينا منتج حلو، وأنا أشكر صراحة صاحبة السمو على رعايتها مثلنا إحنا الناس اللي إحنا حاول نتعب وحاول نصير كرواد عمل، وبالجائزة هذه هي اللي تأكد لنا موقفنا وتساعدنا وتخلينا نروح نكمل زيادة. جائزة تعني لنا الكثير لأنها باسم صاحبة السمو. نحن جدا سعداء والجائزة بتحفزنا على العطاء وعلى تشجيع أكثر. بصراحة الجائزة كان فيها نوع من المنافسة الشديدة، واليوم بس اللي عرفت إنه المشاركين كانوا بهاي الجائزة 11 دولة. هذا الإشي أعطانا تعزيز وثقة بالإجراءات اللي إحنا معتمدينها بالوزارة والمعايير والتعليمات اللي ماشيين فيها. 247 أسرة منتجة، 70% من الإناث، و33 مشاركة متميزة من 11 دولة عربية، هي أرقام تدل في مضمونها على الإقبال الشديد والملفت من قبل الأسر المنتجة للمنافسة على جائزة سموها. دعم صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة اللامحدود الأسر المنتجة يأتي انطلاقا من إيمان سموها بأهمية استمرارية إنتاجية هذه الأسر وتنافسيتها في الأسواق المحلية والعربية والعالمية. سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.